الفيجوال سيت اب موجودة على السي دي اللي جاية مع السنترال الباناسونيك ال 824، ودي مش متوفرة مع ناس كتير، فأنا حطيت رابط التحميل بتاع السي دي عندي على الفيديو في الوصف وفي التعليقات. ولما هنفتح بعد ما هنعمل داونلود من الراوت وهنفتح السي دي، هنلاقي الفايلات بتاعتها فيها الفيجوال سيت اب. انا لو ضغطت على الفيجوال سيت اب طلبت الجايد، بعد فترة صغيرة بيظهر لنا زي ما احنا شايفين كده الفايل جاهز بتاع الفيجوال سيت اب. هو بس نخلي بالنا ان صوته عالي جدا، يعني نحاول نخفض الصوت شوية عندنا في الأجهزة. هندوس على الأوتو بلاي، هيبتدي يشتغل طبعا وهو بيتحرك أوتوماتيك. طبعا الانيميشن بيخش الانيميشن وزي بتديك فونز فايلز كويسة جدا مفيدة جدا بالنسبة لنا. نرجع تاني للسي دي، هنلاقي عليها طبعا بجانب السوفت وير، طبعا عشان احمل البي سي بروجرامنج سوفت وير هلاقي اليو اس بي درايفر، بس هي جايه القديمه دي، جايه مع ويندوز 98 و2000 وحاجات قديمه، فاحنا ضفنا عليها ويندوز 7 ودي بتشتغل معانا لحد ويندوز 10. كمان في حاجه مهمه، المانيوالز بتاع السنترال كلها موجوده، موجوده باشكال كتير بفورمات كتير وبلغات مختلفه.